كام ماتش الفاينل. تم الاعلام الرسمي بالامس ان لقاء الذهاب في تونس مصطفى غربال حكم ساحه الجزائري وعلى الفرد حان بيدا الموريتاني، لقاء العوده في القاهره الكونغولي جون جاك نادالا وعلى الفار الجزائري لحلو بن براهيم. تسالوني على الكواليس الاختيار، اقول لك الكاف في النهايه اختار طبقا للتصنيف اللي اعلنته من اكتر من شهرين ثلاثه. فاكرين التصنيف ده؟ اعلى اربع حكام في التصنيف هم اللي بيديروا فاينل دوري الابطال وفاينل الكونفدراليه. عيسى سي فاينل زمالك ونهضه بركان في القاهره، والكيني بيتر كاماكو ذهاب فاينل كونفدراليه في المغرب ما بين نهضه بركان والزمالك. تبص على دوري الابطال مصطفى غربال رقم واحد هو اللي هيدير الذهاب، ونادالا رقم اثنين هو اللي هيدير العوده. فاعلى اربع حكام في التصنيف الافريقي اللي احنا اعلناه هنا هم حاليا اللي تم اختيارهم لاداره فاينل دوري ابطال وكونفدراليه. طب في الكواليس دول الافضل؟ دول الافضل حاليا، ولكن تسالني على فكره اختيار مصطفى غربال اقول لك اتمنى يكون في حالته، لان مصطفى غربال في الفتره الاخيره مع مباريات النادي الاهلي كل قراراته عكسيه. كل قرارات مصطفى غربال مع الاهلي في الفتره الاخيره في المباريات الافريقيه وفي كاس العالم للانديه في المغرب كلها كانت قرارات عكسيه. الموريتاني دحان بيدا على تقنيه الفار، ربنا يستر ربنا يستر. دحان بيدا لموقفين مع الاهلي قبل كده في دوري ابطال افريقيا، اخرهم مباراه سيمبا التنزاني في دور الثمانيه لما كان معاه حكم الملعب الجنوب افريقي توم ابو نجيل، وحذرنا كتير جدا من اخطاء الموريتاني دحان بيدا وان اخطائه متكرره وكلها اخطاء في اتجاه واحد. ممكن هو يقول انا مش محظوظ مع الاهلي في مبارياته، ولكن تم اختياره في مباراه الفاينل في تونس، والمباراة دي لا تقل أهمية على لقاء العودة، فربنا يستر بجد. يعني أنا مش متفائل باختيار مصطفى غربال وباختيار دحان بيدا. مصطفى غربال آخر فترة نتائجه معانا، يعني مش بتكلم عن نتائج، قراراته معانا كلها عكسية. في مشاكل تحكيمية حتى في مبارياته الأخيرة مع الأهلي، نفس الأمر للموريتاني دحان بيدا. فنتمنى يكونوا في حالتهم. طبقا للتصنيف هم الأفضل، ولكن طبقا لمبارياتهم مع الأهلي، لا، في قرارات عكسية الفترة الأخيرة وكتير جدا اشتكينا من إدارة مبارياتهم مع الأهلي في الفترة الأخيرة. في النهاية تنزل تركز في الملعب، عايز تكسب إن شاء الله بإذن الله، أي قرار تحكيمي مش هيكون مؤثر علينا. آخر حاجة عشان النهاردة قلت لكم الحلقة فيها كل الكواليس الجديدة